من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب. سيد الوزير، ما هي الإجراءات الاستعجالية المتخذة لفك العزلة عن ساكنات العالم القروي وتمكينها من الطرق اللازمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ شكرا. تفضل سيد الوزير الجواب. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، برنامج طموح ديال الحكومة في هذا المجال اللي فيه كما تعلمون في هذه المرحلة حوالي 15500 كيلومتر، تكلفة ديال 15.5 مليار ديال الدراهم، واللي من المفروض أننا نوصلوا فيه 79% من الولوج للشبكة الطرقية في العالم القروي. انطلق الإنجاز ديال الصفقات في 97% منه، وفتح لي السير حوالي 86%، وهنا فما حتى باش نقول على أنه ذاك 14% اللي بقات فلأن الشركاء ديال الوزارة وللأسف كانت عندهم معنا اتفاقيات ما كاينش التزام، عندما يلتزمون حنا مستعدين باش نكملوا كل ما سطرناه من هاد 15500 كيلومتر في العالم القروي. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. في العالم القروي هو غياب المسالك وتدني الشبكات الطرقية، الأمر ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما يؤكد لنا أن ساكنات العالم القروي لا تستفيد من التوزيع العادل للثروة وحقهم الدستوري في الاستفادة من الخدمات الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لساكنات إقليم تازة في الطريق السريع بين تازة وما يعرفه من تعثرات بمركز جماعة مكناسة الشرقية وفي بناء قنطرتين على واد الأربعاء، والطريق الجهوي رقم 507 الرابطة بين تازة مغراوة تازارين وبويبلان، والطريق الإقليمي رقم 5400 الرابطة بين الجوزات كاف الغار برارحة والتي لا توجد عليها قنطرة منذ ما يزيد عن 9 سنوات، والطريق الإقليمي رقم 5320 الرابطة بين عين معطوف تونات وبني فرس والتي لا توجد بها قنطرة منذ إنشائها. استلم. شكرا. تعقيب سيد الوزير. تفضل. هو ان نقول انه ما كاينش، هذا الارقام اليوم والواقع يقول بان نسبه الولوج قلت هي 79%، بمعنى نشتغل على 21% المتبقيه. اليوم الحكومه عندها برنامج ديال بين قوسين المساواه العادله والاجتماعيه لما هو طرق قرويه، واللي تتم من خلال انجاز ديالها التشاور مع المجالس المحلية اللي تتكون حوارات ونقاشات قبلية اللي من خلالها تتم المصادقة على المشاريع اللي تدار في هذا المجال. شكراً. اليوم نأكد لك على أنه البرنامج ديال 15. شكرا سيد الوزير. شكرا. السؤال الخامس يتعلق بمراقبة إنجاز صفقات أشغال بناء الطرق. سيدات والسادة النواب من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد الرئيسة. نسائلكم سيد الوزير عن المنهجية التي تعتمدها الوزارة في مراقبة إنجاز صفقات أشغال بناء الطرق. تفضل سيد الوزير. شكرا. سيد النائب المحترم، تعلمون على أنه الوزارة ما هي شي استثناء في هذا المجال ديال المراقبة ديال الصفقات. كاين اليوم مدونة اللي هي ملزمة ديال الصفقات العمومية اللي تتلتزم بها الوزارة، لكن بالإضافة إلى ذلك الوزارة عندها مراقبين اللي هما داخليين، وأيضا يمكن تقوم بالمراقبة اللي هي مرتبطة بمجموعة ديال المكاتب الدراسات إذا كان المشروع من المشاريع الكبيرة، ثم أيضا هناك مجموعة من المستويات ديال المراقبة وديال المتابعة، بالإضافة إلى أنه النظام الجديد اليوم اللي دخلته الوزارة وما يعرف نظام ترتيب وتصنيف المقاولات اللي تعطي المقاولات التي تشتغل في هذا المجال ديال الاشغال العموميه والطرقات تعطيهم واحد التوصيف وايضا واحد النسبه اللي من خلالها يمكن ان تعتمد في اطار الصفقات اللي تجي من بعد. شكرا. تفضل سيد النائب. الموضوع الصفقات اللي كيعرفوا حتى التعثرات كبيره حول المصادقه، حنا كنعرفوا السيد الوزير كتعينوا مدراء على مستوى الاقاليم، وبغينا نتسائلوا واش هاد المدراء ماشي اكفاء بالنسبه للمصادقه على 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 الصفقات، واش كتبقى تستغرق الصفقه عام العام ونصف، وكمثال الطريق الوطني رقم واحد الرابطه بين الزمامره وسيدي اسماعيل واحد المقطع اللي تمات الاعلان عن الصفقه وبقات المصادقه عليها لمده سنه حتى حصدت واحد العدد ديال الارواح، والان راه كنتظروا كذلك الطريق الرابطه بين الغربيه وجماعه الوالديه اللي الصفقه الان مرت عليها سنتين وبقات حتى هي كنتظروا باش تتم المصادقه عليها، واش ما حانش الوقت باش يترفع اليد
على المصادقة وتتخول المدراء. هاد المدراء اللي راه كاين المسؤولية مربوطة بالمحاسبة، خصنا نعطيوهم الصلاحية، وهذا الشيء غادي يساهم في التسريع ديال إنجاز الصفقات. وكنعرفوا التأخر شنو هي النتائج اللي وصلنا لها الآن حول التأخر ديال تنفيذ الأشغال. وشكرا. شكرا. عطيت التعقيب للسيد الوزير. شكرا. الأول الملف هي سيرورة، أي صفقة تبدأ من الدراسات إلى الإنجاز إلى، والمصادقة هو جزء من البروسيس من العملية، واللي من خلالها على حساب الملفات. كاين ملفات اللي هي بالفعل الاختصاص ديالها يرجع للمصالح الإقليمية والجهوية، وكاين ملفات اللي هي مشاريع استراتيجية هيكلية على صعيد، واخا تكون هي في إقليم ولكنها على صعيد البلاد كلها. هذه فيها إجراءات اللي منفروض أنها كاين مدونة الصفقات في إطار المصادقة. حنا تناخذوا بالاعتبار الوزارة تعمل على لا مركزة القرارات، وخاصة فيما يتعلق بالمسألة ديال الدراسات، وأيضا في المسألة ديال المصادقة، وأيضا التتبع والإنجاز. ونحن نعمل على الرفع من مستوى القيمة ديال المشاريع اللي غتنعطيوها للاقاليم وتنعطيوها للجهات. مؤخرا هذه السنتين كانت واحد المجموعه ديال المشاريع في القيمه ديال 200 مليون درهم اللي تعطات على صعيد الجهات والاقاليم على اساس انهم يقوموا بالمتابعه ديالها وبالانجاز ديالها. شكرا السيد الوزير. ننتقل الان الى السؤال السادس، والاشراف على تنفيذ مشاريع التجهيزات العموميه للسيدات والساده النواب فريق العداله والتنميه. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، راكمت وزارتكم تجربة معتبرة في الإشراف على مشاريع التجهيزات العمومية، غير أن هذه التجربة لم يتم تحينها بالشكل الأمثل. لذا نسألكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة لإجراء أو لإخراج الوكالة المتخصصة في هذا المجال لحيز الوجود؟ شكراً. تفضل السيد الوزير بالجواب. شكرا سيد النائب. تعلم بالفعل أنه لما تم عرض البرنامج المشروع ديال الميزانية ديال الوزارة، تحدثنا على هذه المديرية ديال المؤسسات العمومية، واللي بالفعل تقوم بواحد الدور كبير وكبير جدا في إطار المتابعة والإنجاز ديال الصفقات، وخاصة التجهيزات، ليس فقط على صعيد الوزارة ولكن أيضا على صعيد الوزارات الأخرى التي بدأت تنظر على أن هذه المؤسسة بالفعل هي مؤسسة مرجعية بالكفاءة ديالها وبالخبرة اللي عندها. لكن الإشكال اليوم اللي مطروح بالفعل أننا بدينا تلقى واحد المجموعة ديال المعيقات اللي مرتبطة بدرجة تيسير عمل المشاريع، وأيضا هذا الشيء اللي تكلم عليه السيد النائب من قبل، التقدير ديال المتابعة والتنفيذ ديال الصفقات. وبالتالي اليوم المشروع ديال اخراج هذه المؤسسه، هذه المديريه ديال المؤسسات العموميه، نخرجوها على اساس انها تولي وكاله. اليوم المشروع القانون هو جاهز على اساس اننا نعرضوه في الهياكل في المساطر القانونيه على اساس انه يتعرض لاحقا على البرلمان للتصديق للمصادقه عليه. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب. تفضل. سيد الرئيس، السيد الوزير، ضروره تطوير هذا الاطار المنتظر يعني تفرضه عدة موجبات، فلا معنى لانشغال وزارات بإنجاز مشاريع ليست لديها لا الوسائل ولا الأطر الكفيلة بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود. عندما نتحدث سيد الوزير عن الإشراف، فنعني به المتابعة تحضيرا، تخطيطا، إنجازا، ولكن كذلك بعد التنفيذ حتى يؤدي المشروع أهدافه كاملة. ولأجله السيد الوزير، هناك عدة مشاريع، نعم الصفة العامة هي أن المشاريع تتم بشكل ميسر طبيعي، لكن هناك مشاريع متعطرة بسبب غياب هذه المؤسسة، لذا نطالب بأن تخرج إلى الوجود في أقرب الأجل. شكرا. شكرا. تعقيب السيد الوزير. تفضل. نعم، سنحرص السيد النائب المحترم كما قلت لك على أننا واعيين بأنه بالفعل هذه المؤسسة خاصة تطور في الأداء ديالها، وتطور أيضا في الميكانيزمات ديال الاشتغال. احنا واعيين أنه هذه المديرية خاصة اليوم تمشي الإطار وكالة، فالنص المقترح إن شاء الله سنعمل على تسريعه بحول الله. شكرا. شكرا. سؤال سابع في نفس القطاع، يتعلق بتوسيع شبكة طرق السيارة لأحد النواب والنائبات من فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. شكرا سيدة الرئيسة. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مآل فكرة توسيع الطريق السيار، سواء على مستوى المحور الداخلي أو في اتجاه المناطق التي لم تستفيد بعد، خصوصا جهة درعا تافيلالت. وشكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، الوزارة تشتغل مع طرق السيارة
عقد برنامج واللي كان فيه مخطط التي تم إنجازه الحمد لله بنسبة تكاد تكون 100%، حوالي 5% سنويا ديال النمو ديال طرق السيارة المفتوحة خلال الخمس سنوات الأخيرة. اليوم نحن نشتغل مع المؤسسة ديال طرق السيارة على عقد برنامج جديد 2017-2021 على أساس أننا نبرمجوا فيه واحد المجموعة ديال الطرق الجديدة. اليوم في السؤال ديالكم فيه مراكش بني ملال راه في الدراسة التقنية على أساس أنه يتبرمج 2017-2021، لكن ما طرحتموه فيما يتعلق بطنجة في السؤال ديالكم هذاك ربما أن نأخذ مزيد من الوقت، لأنه الصعوبة ديال المجال تتطلب منا أننا نزيدوا نأخذ فيه الوقت الكافي في الدراسة التقنية لكي يتم إنجازه لاحقا ربما ما بعد 2021. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير. اولا حنا كنوهو بالانهاء ديال المخطط المديري لانجاز طرق السياره اللي انتهى في سنه 2012 واللي كان اخرها المقطع ديال المداري الرباط واسفي جديده، ولكن كنسجلوا كذلك في هذا الاطار سيد الوزير ان كل المداخل اللي كتهم هذا المقطع ديال الجديده اسفي لم يتم الى حد الان اصلاح هذه المداخل، مما يفقد هذا الطريق السيار الفوائد والمنافع ديالو للمستعملين. ثانيا يلاحظ السيد الوزير ان اغلب الاستثمارات اللي دارت في طرق السياره كلها متمحوره في الدار البيضاء الرباط، بحيث انه في سنه 2015 81%، سنه 2016 76%، مما كيخلينا نسجلوا ملاحظه ديال نقولوا اقصاء او حرمان عدد من الجهات البعيده مثل درعا تافيلات والمناطق الجنوبيه، واللي كنطالبوا في المخطط المقبل اللي انتم كتهيئوا لي السيد الوزير انه يتخذ بعين الاعتبار هذه الجهات، ولان هذا كيدخل في اطار التوازن المجالي والعداله المجاليه، وكنبغيو في نفس الاطار كذلك انه يتخذ بعين الاعتبار كذلك دعم. شكرا سيد نائب. شكرا. اذا ما كانش تعقيب اضافي كاين تعقيب اضافي واحد. تفضل سيد نائب من فريق الاستقلالي ثم بعده الفريق المجموعه النيابيه. تعقيب اضافي عند فريق الاستقلالي، تفضل. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير، سبق الوزاره ديالكم اعلنت عن تثليه المقطع الممتد من الدار البيضاء الى النواصر وبرشيد، والذي يعرف حركه نقل مهمه خاصه انه يؤدي الى المطار الدولي والى المدن السياحيه بجنوب المملكه. هذا الضغط المروري المزدحم اصبح يعيق حركه التنقل بالمقطع المذكور خاصة أيام العطل المدرسية وعطل نهاية الأسبوع، بحيث أن أبسط حادثة سير لا قدر الله تشل حركة السير لمدة طويلة وتضيع معه مصالح بعض المواطنين وعلى رأسهم المسافرين عبر مطار محمد الخامس من خلال تأخرهم عن مواعيد رحلتهم وكذا العامل بالمطار، وهو ما يتطلب الإسراع في إنجاز التثلية لما سيشكله من انسيابية مرورية وتفادي التأخير للمسافرين عبر مطار محمد الخامس. كما نسائلكم السيد الوزير عن مآل هذا البرنامج وعن موعد انطلاقه ديالو والمدة الإنجاز ديالو، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي عند المجموعة النيابية تقدم الديمقراطي. رد السيد الوزير، نثير مسألة مستوى طرق السيارة كما نسائلكم عن جودتها، وفي نفس الإطار نطلب توضيحات عن احتمال تفويت تدبير نقاط الأداء وآثار ذلك على الوضعية الاجتماعية للمستخدمين، وشكرا. شكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا. هو أكيد أن اليوم طرق السيارة قامت بإنجازات حقيقية صعيد الفترة السابقة في إطار البرامج التعاقدية اللي كانت عندها مع الحكومة، وأكيد أيضا أنه اليوم يمكن نقولوا على أنه 1747 كيلومتر ديال الطرق السيارة مكنت من أننا نحاولوا نوصلوا الطريق السيارة لثمانية ديال المراكز الجهوية من أصل 12 إلى شفنا الأقاليم الصحراوية إلى ما دخلناها، بمعنى هي غادي تكون إضافة نوعية اليوم في إطار هاد الأقاليم هاد الطرق السيارة الجهوية، بمعنى أنه 8 من أصل 12. اليوم نشتغل على برنامج لانه ما طلبوش من الطرق السياره بالفعل لانها تقوم باجراءات عمليه
شي حاجه اللي ما عندهاش في عقد البرنامج اللي دايره مع الحكومه. اليوم مطروح سؤال كما تفضل السيد النائب، هذا الشيء اللي هما متعلق بالتثليث، ولكن ايضا بالامر ديال النواصر، ضرب ضد النواصر، ولكن ايضا الاضافات اللي جات في بعض المقاطع الاخرى اللي اثبت الواقع والحركه الطرقيه على انها خاصه الدار، من ما تتكونش في البرنامج يجب انها يعاد فيها النظر وان تطرح في البرنامج المستقبلي. وهذا اللي قلنا اليوم على انه في اطار النقاش اللي عندنا مع ADM غادي نحاولوا نخرجوا فيه في 2017 و 2020 على اننا ندمجوا هذه المواقع. بالفعل المساله ديال الامن تطرح نفسها بالحاح، خاصه في كان في ما يقع حاليا في بعض المقاطع، واقول بعض المقاطع، و ADM واعيه بضروره انها ترفع من المستوى ديال اليقظه على صعيد المواقع الرئيسيه التي اصبحت اليوم نقطة سوداء. نشتغل معها على اطار برنامج مستقبلي اللي غادي يكون فيه النقطه ديال الامن ديال الطريق السيار من الاولويات ديال الاشتغال، وليس فقط البنيات التحتيه. اما فيما يتعلق بالمحطات ديال الاداء ما غاديش يكون اشكال، اليوم سيد الوزير انتهى الوقت، شكرا. نمر مباشره الى السؤال الثامن حول تاهيل الشبكه الطرقيه الوطنيه للسيدات والساده النواب فريق الحركي، تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيسة، سيد الوزير المحترم. تقريبا نفس السؤال في نفس السياق. سيد الوزير تعهدتوا في البرنامج الحكومي ديالكم باش غتأهلوا الشبكة الطرقية الوطنية من طرق سيارة وطرق قروية. من عرفوا الاستراتيجية ديالكم سيد الوزير، علما أن تقريبا جزء كبير من الطرق في حالة رديئة حسب التصنيف ديالكم سيد الوزير، وشكرا. شكرا، تفضل سيد الوزير. النائب المحترم، بالفعل حاولت نعطي اجابات في الاسئله السابقه، لكن ما يمكن ان يقال هو انه البرنامج اليوم ديال تجهيز ديال الطرقات القرويه، ولكن ايضا ديال الصيانه ديالهم من بين الاولويات ديال الحكومه الحاليه. والوزاره تشتغل ببرنامج سنوي اللي فيه حوالي 2000 كيلومتر سنويا ديال الصيانه. فيه برنامج اللي هو تقريبا 3 مليار ديال الدرهم، فيه 1.3 مليار من جهه و 1.7 مليار اخر سواء كان ديال النقاط السوداء ولا النقاط الاخرى اللي هي مرتبطه بالصيانه. اللي بغي نقول لك هو انه البرنامج المستقبلي ديال اللي المفروض بدا في 2015-2035 عندنا فيه العصرنه ديال 15000 كيلومتر من الطرق المهيكله، وبناء حوالي 300 قنطره كبرى ومنشاه فنيه ميزانيه اللي هي 45 مليار درهم على 20 سنه، بمعنى تقريبا واحد جوج ديال المليار و200 جوج مليار و200 300 سنويا. وهذا تيجعل على انه المستوى بالفعل ترفع. اليوم يمكن نقول لك على انه رفعنا المستوى ديال الطرق ديالنا اللي كانت اقل من 53% اللي هي ABي كلاسي ABي الى حوالي 59-60% في 2015 من حيث الجوده. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. الوزير على التوضيحات، لا احد يشك في المجهودات اللي قام بها الوزير السابق السي عزيز رباح. املنا كبير في هذه الحكومه باش يعني تفك العزله على بزاف د المناطق. سيد الوزير، انا بغيت نتسائل على واش كاين شي اولويات عند الوزاره. عندنا واحد الطريق في اقليم اسفي تقريبا 18 كيلومتر، ضربت خميس ولاد الحاج واثنين الغيات على الطريق الوطني رقم واحد من 2012 وهي كتصايب. بغينا نعرفوا علاش، هذا هو السبب ديال الاحتجاجات سيد الوزير. من 2012 مازال كتصايب، ما عرفناش شنو السبب، علاش معطله. عندنا واحد الطريق 301 جهويه ساحليه كتربط بين اسفي وصويره، كاين اوراش كبرى تما، المحطه الحراريه والميناء المعدني، طريق اصبحنا نسميها طريق الموت، ما كتدوجش العربات سيد الوزير. كاين طريق 23/18 نفس المشكل سيد الوزير. ما بغيتش ندخل معك في التفاصيل لان هذا سؤال عمومي، ولكن حال الاقليم كي حتى منين نهضروا بها لك سيد الوزير. حال الوقت سيد الوزير التقييم ديال البرنامج الوطني الثاني للطرق. شكرا. شطر اول سالة. شكرا شطر سيد النائب. ما يسعفش باش نقولوا بزاف ديال المعلومات. سيد الوزير، عندنا واحد اتفاقية درناها في المجلس الاقليمي الاسفي مع الجهة والوزارة ديالكم، كتهم 518 كيلومتر. تقريبا سنة ونصف باش تعقدت الاتفاقية، مازال ما شفناش يعني، كنتمناو منكم تسرعوا باش تخرج هذه الاتفاقية لحيز الوجود. كذلك بغينا نسولوا شنو الدور ديال صندوق التنمية القروية في تأهيل الشبكة ديال الطرق في المملكة. وشكرا سيد الوزير. تفضل سيد الوزير.
نعم شكرا سيد الرئيس. لان ما دابا فيما يتعلق ببعض الحالات اللي هي اشارات الى مقاطع طرقيه، مادام ما كانش عندي في السؤال يصعب جدا على انني نعطيكم الجواب الان، لكن كاين امور اللي هي واضحه بحال الطريق الصحي اللي تفضل بها الاخ النائب المحترم ديال الصويره، هو تيعرف على ان هناك اشتغال اللي هو دائم واللي تيكون بمقاطع معينه خلال السنه، لكن بالفعل هذه من الطرق الرئيسيه وهي اللي عندنا فيها من الاولويات، لانه بالفعل اليوم الكثافه اللي فيها وايضا الحوادث الان اللي تقع في هذا الطريق تجعلنا على اننا نعطيوها الاولويه. اليوم حتى الساده النواب المحترمين تفضلوا قال التقييم، نحن باطار تقييم البرنامج الثاني ديال الطرق القرويه، وعندنا اليوم تقريبا واحد 80% ديال التقييم هو جاهز، على اساس انه من خلال التقييم ومن خلال هذه النسبه اللي تكلمت عليها ديال 87% ديال الانجاز ديال هذا البرنامج، غادي نحاولوا نعطيو تصور جديد للمرحله المقبله اللي بدينا تنشتغلوا عليها ديال بي ان ار 3، اللي من خلاله غادي نحاولوا نداركوا النقائص ولا شك انها موجوده في عديد من الاقاليم باش نوصلوا لتلك العداله المجاليه اللي تتكلموا عليها الاخوان، سواء كان بن قرير ولا بعض المجموعه ديال المواقع اللي تفضلتوا بها. شكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال التاسع في نفس القطاع وهو سؤال آني يهم إنجاز الميناء الطاقي بالجرف الأصفر للسيدات والسادة النواب بفريق العدالة والتنمية. تفضل سيد نائب. عن مآل إنجاز الميناء الطاقي بالجرف الأصفر نسألكم السيد الوزير وشكرا. شكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. بالفعل هذا المشروع هو من المشاريع الكبرى المهيكله كما تعلمون للمغرب باعتبار الاستراتيجيه الطاقيه ديالو، وايضا باعتبار الانفتاح على الواجهات البحريه سواء ديال المتوسط ولا ديال الاطلسي. اليوم هذا الميناء من المفروض على انه تكون فيه مرحلتين، المرحله الاولى اللي غيكون فيها واحد البناء الحاجز الرئيسي ديال 2.5 كيلومتر 2200 متر اللي فيه واحد العمق ديال 21 متر، وايضا المرحله الثانيه اللي غتكون فيها بناء اربعه ديال الارصفه ديال المحروقات اللي غتكون محاديه للحاجز الرئيسي. الوزاره الان تعمل على تسريع الوتيره ديال الانجاز ديال الدراسه التقنيه والاقتصاديه والماليه، على اساس انه من هنا لاخر السنه نحاولوا نكونوا كملنا جميع الدراسات وايضا اعداد السيناريوهات المرتبطه بالتمويل ديال هذا المشروع الاول، واللي ممكن يمشي الى تاسيس مؤسسه على غرار مواقع ميناء الناظور غرب المتوسط. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب تفضل سيد النائب. نحن نثمن كل المجهودات المبذوله من طرف وزارتكم خصوصا ما يندرج في الاستراتيجيه المينائيه المرتكزه على توسيع الموانئ والرفع من طاقتها الاستيعابيه وتطوير انشطتها والمعبر عنها في البرنامج الحكومي. كما اؤكد لكم السيد الوزير انكم مطالبون بتسريع هذا المشروع الهام والاستراتيجي، لان الوقت لا يرحم وانتم تعلمون التحديات التي تواجهنا خصوصا ما يتعلق بالنقص الحاصل لجلاس الطاقه والاندماج الاقتصادي والتشغيل بالمنطقه. كما اشير ان التحدي الطاقي ما زال تحديا حقيقيا، حيث اننا نستورد اكثر من 96% من حاجياتنا الطاقيه من الخارج. صحيح اننا نتجه اليوم في اتجاه الطاقه الشمسيه والريحيه، لكن الغاز الطبيعي يبقى حاضرا بقوه في الباقه الطاقيه، يجب ان نعطيه الاهميه الكافيه. السيد الوزير، نحن واعون كما هو الحال بالنسبه لك ولكل الغيورين في هذا الوطن ان اي تاخير يهم المشاريع المبرمجه، وخصوصا اذا كانت مشاريع كبرى مهيكله وداعمه للتشغيل، سيؤجج الاحتقان الاجتماعي ويزيد من مشاكلنا جميعا. كما نثير انتباهكم السيد الوزير الى ضروره اخذ البعد البيئي بعين الاعتبار لما تعانيه المنطقه في هذا الاطار. وشكرا السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. رئيس، هو اكيد ان اليوم هذا المشروع والمشاريع المهيكله ديال البلاد ديالنا كما قلت، وانه من المفروض على انه في المرحله المقبله ديال الغاز واساسا الغاز الطبيعي المسال جي بي ال غادي يكون فيه واحد الطفره نوعيه، والحكومه حريصه على ان هذا المشروع يتنجز في الوقت ديالو، لكن ايضا بقدر حرصها على الانجاز التنموي الحكومه تحرص كما في بعض المشاريع السيد النائب المحترم المهيكله السابقه طنجة المتوسط، ولكن ايضا اليوم الناظور غرب المتوسط، اللي بالفعل محاوله ادماج المحيط سواء كان المحيط البشري ولكن ايضا البيئي في المشروع. اليوم كاين تحاور، كاين تفاوض كما هو الشان اليوم في التجربه ديال الناظور المتوسط، اللي بالفعل تفاوض مع الجماعات وتحاور ايضا مع الساكنه على اساس واحد النسبه ديال الساكنه اللي هي في الجهه واللي في الاقليم وفي المحيط
ان يتم تشغيلهم. وهذه الحمد لله اليوم المشروع كما هو ديال الناظور، وان كان المشروع ديال طنجة الاول كانت فيه بعض المشاكل، لان المغرب كان عاد دخل هذه التجربه النوعيه في الموانئ الاستراتيجيه والمشاريع الاستراتيجيه. اتمنى على انه بالفعل نستافدوا من التجربه ديال طنجة المتوسط والناظور غير المتوسط، على اساس انها في سلبيتها الا تتكرر في الجوانب ديال التنميه البشريه واستفاده الساكنه وايضا البيئه من المشروع الاقتصادي الاستراتيجي الهام اللي هو ديال الجرف الاصفر. شكرا. شكرا السيد الوزير. اخر سؤال في القطاع وهو سؤال اني عن الطرق الجهويه والاقليميه للسيدات والساده النواب الفريق الحركي. تفضل سيد النائب. شكرا سيده الرئيسه. السيد الوزير، في ظل الوضعية المتدهورة للعديد من الطرق الجهوية والإقليمية بالمملكة، وخاصة طريق الجهوية رقم 410 الرابطة بين مدينة القصر الكبير ومدينة شفشاون عبر جماعة سوق القلة، والطريق الإقليمية 4405 الرابطة بين جماعة سوق القلة وجماعة بني العروس في إقليم العرائش، نسائلكم عن الإجراءات المقترحة لعلاج هذه الوضعية. شكرا. شكرا سيد الوزير. تفضل. شكرا سيد الرئيس. السيد النائب المحترم، مدام هاد الملفين انا الجواب غادي نقرا عليك لانه ما عنديش تفاصيل. الوزاره برمجت الاشغال ديال المعالجه ديال البيئه ونقط الانزلاق اللي متعلقه بالملف ديالكم الاول اللي تكلمتوا عليه، واللي التكلفه ديالو تناهز 20 مليون على طريق مستوى الطريق الجهوي 411 الرابطه بين شفشاون والقصر الكبير، واللي فيها 95 كيلومتر. تم ابرام الصفقه المتعلقه بالمشروع في انتظار تفويض الاعتمادات، كما ان اشغال تقويه الطريق الجهويه اللي فيها 58 كيلومتر هي مبرمجه بهذا رسم سنه 2017 والصفقه في طور الاعلان. التقويه ديال الطريق الاقليمي 4405 بين القله جماعه القله وبني عروس اللي فيها تقريبا 30 كيلومتر هي مبرمجه هذه السنه 2017، ويتم حاليا اعداد بطاقه تقنيه للتقويه على طور 30 كيلومتر. شكرا. شكرا. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الوزير. كنسجلوا بارتياح هذه المعلومات وكتسجل من خلالكم من خلال الناس الساكنه ديال الاقليم العرايش. بغيت ناكد السيد الوزير ان الوضعيه ديال هذا الطريق سابقا ماشي يكون تدخل ديالنا وقائي واستباقي، هو ان هي نفس الطريق اللي كتجمع ما بين الشاون والعرايش، كنلقاو الجوده في الاقليم ديال الشاون والمقطع الطريقي يبقى مزيان، في حين انه في الاقليم ديال العرايش كنلقاو المقطع كله محفر، واننا كنتمي وزاره مختلفه. هذه المساله هذه بغينا ناكدوا على المعايير ديال الجوده، علاش خصوصا هاد الطرق اللي فيها مقاليع اللي كيتم الاستغلال ديالها بشاحنات من الحجم الكبير، واللي مباشره كتؤدي للتدهور ديال هاد الطريق والتفعيل ديال الرسم على اتلاف الطرق، وبالاضافه الى الزام الشركات ديال المقاليع باش دير في دفتر التحملات ديالها البون ديال الحفاظ على الطرق. ما يمكنناش نربحوا من المداخل ديال المقاليع باش نخسروا بنيه تحتيه مهمه. هذه المساله هذه مهمه، بالاضافه الى التعجيل بهذه الصفقه لاننا في واحد الفصل اللي ممكن يكون فيه الاشغال ناجحه. شكرا سيد النائب. تعقيب اضافي كاين؟ تفضل سيد الوزير. شكرا. لا نسجلوا بانكم بالفعل قلتوا بان المقطع الاخر في الطريق هو مزيان، وهذا شيء ايجابي. حنا الشركات غنتابعوا معاهم على اساس انه الجوده بالفعل لا يمكن ان تكون في المنطقه اللي تكلمت عليها اقل من الجوده اللي هي في الطرق ديالنا الاخرى. واليوم 2017 ساحرص من هذا الموقع على اننا بالفعل نجددوا العمل بهذا الامر اللي قلت في 2017 على اساس انه نعملوا باش ننفذوا في الاجال اللي اعلنت عليها الان. شكرا.